Bueno, estamos, empezamos el partido como siempre dentro de nuestra cabeza para hacer tres puntos. Partidos difíciles contra un rival bien y al final, bueno, no conseguimos tres puntos, pero no perdemos el partido y vamos a continuar a... أول تعليق من نجولو كانتي بعد مباراة الهلال والاتحاد. شاهد تصريحات خاليدو كولوبالي بعد مباراة الهلال والاتحاد. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. أول تعليق من نجولو كانتي بعد مباراة الهلال والاتحاد. أعرب نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة عن سعادته بمواجهة فريقه أمام الهلال السعودي وإمكانية خطف بطاقة التأهل في ربع دوري أبطال أسيا. وقال نجولو كانتي في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الاتحاد والهلال السعودي: واجهنا الهلال بطل الدوري السعودي ونحن نعرفه جيدا، المواجهة صعبة ولعبنا بكل قوة لإسعاد جماهيرنا. أحرز أهداف اتحاد جدة أمام الهلال السعودي في ربع بطولة كأس أسيا كلا من رومارينهو بالدقيقة 29 ونجولو كانتي في الدقيقة 34 وكريم بنزيما في الدقيقة 41. وتوج نجولو كانتي لاعب فريق اتحاد جدة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في ربع نهائي كأس آسيا. شاهد تصريحات خاليدو كولوبالي بعد مباراة الهلال والاتحاد. كشف المدافع السنغالي خاليدو كولوبالي حقيقة اعتزاله اللاعب الدولي بعد الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي. كولوبالي البالغ من العمر 32 سنة انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي قادما من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي. وأعلن كولوبالي في تصريحات لقناة بلس استمراره في اللعب مع منتخب السنغال قائلا: طالما أنا مستعد بدنيا وعقليا لخدمة الوطن فلن تكون هناك مشكلة. وأعرب مدافع الهلال عن أمنيته في استمرار تطور اللاعبين الشباب لكي يتواجد من يستطيع خلافته في منتخب السنغال قريبا وعن انتقاله إلى الزعيم. اعترف أنه عانى من صعوبات في أيامه الأولى بسبب عدم التعود على الأجواء في الملاعب السعودية والأسيوية. وأضاف خاليدو كولوبالي: لكن من حسن حظي أنني حضرت فترة الإعداد بالكامل، كما أن مشاركتي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية سهلت من اندماجي مع الفريق. وأكد كولوبالي على أن البيئة في نادي الهلال أكثر من رائعة، مستشهدا بالعلاقة القوية بين اللاعبين المحليين والأجانب خاصة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا ومحمد كانو. وبخصوص شخصية البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور كذبا نجم منتخب السنغال كل الشائعات المنتشرة بشأن غروره قائلا: نسمع كثيرا عن هذا الأمر لكن الحقيقة أنه متواضع للغاية ومندمج مع الجميع. كريستيانو رونالدو يواجه شبح الإيقاف في الدوري السعودي بسبب ميسي. يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شبح الإيقاف في الدوري السعودي بعد حركته الغير أخلاقية التي قام بها خلال مباراة فريقه أمام الشباب بعد ترديد جماهير الليث اسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي. وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم السعودي بدأت فتح تحقيق بشأن الحركة الغير أخلاقية التي قام بها كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب والتي تسببت في امتعاض كثير من المشاهدين والحضور. وبحسب الصحيفة إن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي التقطتها مقاطع الفيديو خلال آخر المباراة فورا على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين. وإذا تمت إدانة رونالدو قد يواجه الدولي البرتغالي الإيقاف عن المباريات الحاسمة لفريقه، وهو ما سيكون بمثابة ضربة موجعة للنصر الذي يتصارع على صدارة جدول الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال. وحقق النصر فوزا مستحقا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في ديربي الرياض ضمن لقاءات الجولة 21 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. إيقاف وغرامة، هذا ما ينتظر رونالدو بعد تصرفه المشين. كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن عقوبة قاسية تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي بسبب تصرفه المشين في مباراة فريقه الأخير أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. وخلال المباراة التي انتهت بفوز صعب للعالمية 3-2 قام رونالدو بتصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب، مما دفع إدارة الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي للعبة. وبحسب مصادر الصحيفة الواسعة الانتشار فإن اللجنة تتجه
إيقاف الدون مبارتين على الأقل، إضافة إلى تغريمه ماليا بسبب سلوكه الغير رياضي. وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة بعدما خرج عن النص بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب. وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب. ويبدو أن الدون استفز بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم غريمه التقليدي ميسي في المدرجات. رونالدو يثير الجدل مجددا. النجم البرتغالي مهدد بالعقوبة بسبب حركة غير أخلاقية في مباراة النصر والشباب. كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتجاه لجنة الانضباط في الدوري السعودي إلى إيقاف كريستيانو رونالدو نجم النصر. وقالت الصحيفة إن لجنة الانضباط تتجه لإيقاف رونالدو لمدة مبارتين كعقوبة له على السلوك الغير رياضي عقب مباراة فريقه ضد الشباب في الدوري السعودي. واحتفل رونالدو بفوز فريقه في الدقائق الأخيرة على الشباب في ديربي الرياض في أرض الملعب. وفاز النصر على الشباب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وسجل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الأول من ركلة جزاء. ولم يخسر النصر آخر 7 مباريات لعبها ضد الشباب في جميع البطولات بعدما فاز 5 مرات وتعادل مرتين. وبشكل عام حقق النصر الفوز في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي. إيقاف رونالدو وتغريمه ماليا بسبب حركته لجمهور الشباب في مباراة النصر والشباب عاجل جدا. ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي قرار حاسم من قبل لجنة الانضباط بعد النهاية من التحقيق في واقعة الاحتفالية الغير أخلاقية خلال مباراة الشباب الأخيرة في دوري روشن. إدانة رونالدو الانضباط تعاقب نجم النصر. وقامت قناة العربية بعرض لقطة رونالدو الغير أخلاقية ضد نادي الشباب في الجولة 21 من خلال كاميرات النقل الرسمي. اللقطة تؤكد أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بات من السهل إدانة كريستيانو رونالدو دون جعل القضية استثنائية عن الحالات عادية لقرارات اللجنة. ومن المتوقع أن يتم إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة مبارتين في دوري روشن لكرة القدم وتغريم 20,000 ريال سعودي. ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم برصيد 52 نقطة. تيري كريستيانو هو المثال الذي يجب أن يحتذى به. أثنى قائد تشيلسي السابق جون تيري على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي وعلى ثبات مستوى رغم تقدم عمره واستمراره في اللعب بقطالية وروح عالية. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.